مساء الخير يا جماعه. ايوه هو انا تحسين الشبراوي مدير عام بيت الرعب. عنيد وسيم اجريسيف ودي امي حبيبي يا تحسين بتحبني موت موت. ودي اختي خد الحل وده جوزها. ايه العيله المجانين دي؟ حياتنا عاديه جدا او مش عاديه لحد ما قابلت النرمين او نرمين حبتني طبعا. ايه في حاجه؟ وقابلت عيلتها. اهلا بيك سيد تحسين، احنا عيلتنا عيله كبيره قوي. نسمع زغروطه بقى. بلاش فعلا مش وقتها. احنا عارفين انك عاوز تتجوز نرمين. لو منك ما وافقش، وطلبوا مني ان اقعد معاهم عشان يعرفوني. احنا شكلنا داخلين على ماتش كوره والحكم في النص اهو. البيت ده عجيب قوي، هو اجار جديد ولا تمليك؟ وفي الليله دي شفت حاجات كتير او ما شفتش. ايه مفيش وقت؟ If you're going to die واخد بالك؟ اخلص هنحط السيخ المحلي في صرصور ودنك. اهو حتى بيظبط الودن قوي ويرجليش. ايه الليله المعفنه دي؟ يلا يا انت وهو غني غني ده فرح اخويا. طب بسم الله الرحمن الرحيم. مين الناس دي؟ معرفهمش يا باشا، انا فاكرهم قرايبكم بس مش عايز احرجكم بصراحه. يا باشا اطردوهم. هتموت يا تحسين. ما متش لكن عرفت. انا عرفت ان انت عرفت. يعني انت عرفت ان انا عرفت. واديك عرفت ان انا عرفت ان انت عرفت. احنا نمرده. الشياطين نضاف جدا. جيف مي فايف. يس يس. معفن. انت اللي هتخلص البشريه من شرهم.